بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وجميع زملائنا وأساتذتنا بخير وسعادة، وبنتوجه بالشكر للأساتذة الأفاضل القائمين على المركز الإعلامي، لأن صراحة مجهود كبير والموقع بتاع النقابة شهد تطور كتير واترفعت كتب قيمة وكتب نادرة، والزملاء الأفاضل بيكتبوا مقالات وبيذيعوا فيديوهات شرحة، ودي حاجة جميلة بتسري العمل القضائي وبتعمل زخم احنا برضو محتاجين له في الوقت الحالي. بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم اللي هو مسؤولية المحامي عن المستندات اللي بيقدمها للمحكمة واخدها من الموكل. الحقيقة قانون المحاماة ما تعرضش في البداية، بنقول ان قانون المحاماة ما تعرضش للعلاقة ما بين الموكل والمحامي بخصوص المستندات الا في مادتين. المادة الاولى اللي هي المادة 89، المادة دي قالت ايه؟ على المحامي عند انتهاء توكيله لاي سبب من الاسباب ان يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئ عن الدعوة أو العمل الموكل إليه بمناسبتها، وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوة، وأن يوفي بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه. دي الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون المحاماة المصري. الفقرة دي معناها أن أنت كمحامي أما تاخد الورق من الموكل وقدمته في المحكمة، لما العمل بينتهي بتسحب الورق ده وتديهوله تاني، ده لو هو موجود في ملف الدعوة أو لو موجود معاك أنت بتديهوله. الفقرة التانية قالت إيه؟ لا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوة أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. يعني ما بتديش الموكل الجوابات اللي جات لك من الخبراء مثلاً، طلبات حضور من النيابة عشان خاطر التحقيق، لا، بحكم ان دي جات للمحامي نفسه على مكتبه، لكن ممكن تديله تستخرج له صور من الأوراق دي على نفقته هو، لكن الأصل بيفضل مع المحامي. الفقرة الأخيرة قالت يجب على المحامي انه بيديله صور من هذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته، ده بالنسبة للموكل. نيجي للمادة 90، قالت ايه؟ دي اتعرضت في حالة انتهاء العمل الموكل فيه المحامي، وان مفيش اتفاق كتابي ما بينه وما بين الموكل على الأتعاب. في الحالة دي المادة قالت في فقرتها الأولى عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق أو المستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقاً للاتفاق. يبقى الفقره دي اتكلمت في ايه في اولها؟ عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب، يبقى حقك هنا كمحامي مسدود بمستند كتابي، عقد اتعاب انت عامله بينك وبين الموكل قبل ما تقوم بالعمل. هنا لو العمل انتهى والموكل امتنع ان يديك اتعابك، القانون هنا ادالك الحق تحبس الاوراق والمستندات بتاعته تحت ايدك الى حين ما تستوفى حقك، ولو انت حصلت فلوس بناء على هذا الحكم اللي انت اخدته من جهة ما او نفذت على خصم موكلك اللي هو المحكوم عليه بموجب الحكم اللي انت اخدته، من حقك تحجز نسبة من هذا المبلغ بما يعادل حقك لحين ما تستوفاها من الموكل. ما قالكش ان انت تاخدها، لكن قالك انت بتحبسها بتحتفظ بيها عندك على ذمة موكلك لانها تعادل حقك كأتعاب مستحقة عنده. دي حالة إذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب. المادة 90 فقرة تانية قالت إيه؟ قالت كان للمحامي أن يستخرج صور من الأوراق دي والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله، وبترجع له الصور الأصلية. ده النص اللي هو موجود في قانون المحاماة، وحطت كتف في الآخر أن يراعى أن حبس الأوراق دي ما يضرش بالموكل ولا يسبب له في أي ضرر أو أي إجراء ممكن أن هو يعمله، ما يضرش بسبب. لكن في نقطة مهمة، المادة 246 من القانون المدني ودي بتنظم حق الحبس بصورة عامة، قالت ايه؟ قالت ان اي واحد قام بعمل ليه ان هو يمارس حق الحبس على الشيء اللي موجود تحت ايده لحين ما يستوفى حقه. فاحنا كمحامين بنستعمل النص ده ان انا من حقي ان انا
استعمل حق الحبسه تبقى نص الماده 246 مدني الى حين ما استوفى حقوقي من الموكل. ده ما فيش فيه اي مانع. وبنوضح بالنسبه للمسؤوليه عن الاوراق والمستندات. الاوراق اللي المحامي بيقدمها في المحكمه يفترض ان الاوراق دي في قرينه ان هو اخذ الاوراق دي من الموكل. الموكل بيجي لي في قضيه في نزاع ما بينه وما بين حد تاني مؤجر ومستاجر، مين اللي بيجيب لي اصل عقد الايجار؟ ما هو يا المستاجر يا اما المؤجر عشان يشتكي بيه. فصاحب الدعوه غالبا هو اللي بيمد المحامي بالمستندات. فاذا كان المستند ملك لصاحبه يبقى فين المسؤوليه اللي هي على المحامي لما هو بيقدم المستندات؟ المحامي ما هوش طرف اصيل في النزاع، المحامي وكيل وبيحرك الدعوه باسم الموكل، فيفترض ان الاوراق اللي بتتقدم دي منسوبه الى الموكل. اللي هيقدر يثبت بقى ان في تلاعب وان عقد الايجار فيه حاجه ويتلعب فيه او تم تغييره، لازم هنا الموكل يثبت ان اصل المحرر كان كذا وان اتغيرت فيه الحقيقه بعد كده من الوكيل بتاعي وتلاعب في الورقه واتغيرت باي طريق من طرق التزوير بقت كده. لكن طبعا حجزها او ان المحامي يحجزها احنا وضحنا النقطه دي من شويه. وبنوضح نقطه ثانيه مهمه، في احكام جنح للاسف صدرت من القاهره ضد احد الزملاء، لان الراجل كل اللي عمله ان هو مارس حقه في الحبس على الصيغه التنفيذيه. فاتفاجئنا ان الموكل رفع عليه دعوه بيتهم المحامي بتبديد الحكم بتاعه وان هو اضافه لذمته وده يشكل اضرار بيه. والمفاجاه ان الحكم طلع بحبس المحامي في جريمه تبديد، في حين ان جريمه التبديد هنا مش موجوده. هل الحكم ده يعتبر مال؟ ما يعتبرش ان هو مال. هل دلوقتي المحامي لما حجزه تحت ايده هل غير حيازته من حيازه ناقصه لحيازه كامله؟ استحاله، لان الحكم بيصدر باسم صاحبه وواحد بس هو اللي محكوم له، وواحد بس هو اللي من حقه ينفذه، هو اللي بيطالب بتنفيذه. يبقى انا لما هخلي الحكم معايا انا مخليه بمارس عليه حق الحبس، لكن مش بضيفه لذمتي ولا اختلفته لنفسي. ما هوش اموال، ده احنا حتى وضحنا من شويه ان حق للمحامي حبس جزء من الاموال المحكوم بيها عشان يمارس حقه في الحبس عشان ياخد اتعابه. يبقى ده كان خطا للاسف من المحاكم اللي هي بتعتبر ان الاحكام اللي صادره لصالح اشخاص بعينها اذا المحامي مارس عليها حق الحبس بيتعرض للمسؤوليه في مواجهه الموكل، وده طبعا مش صحيح. وللاسف بنتعرض برضو لصوره سيئه يمكن كانت حاصله من سنوات، اللي هم المحامين اللي ممكن بيرفع الدعوه بدون علم الموكل او بيقدم مستندات وبيشتكي ناس وهو الموكل ما يعرفش. دي صوره من السهل اثباتها، وللاسف اذا اي حد خالف ضميره وعمل العمل الشائن دوت بيحق للموكل ان هو يثبت ان مفيش اي علاقه ومفيش اي صله خالص ما بينه وما بين الراجل ده، ولا هو قال للمحامي اشتكي ولا اعمل حاجه. لكن طبعا مع الوضع اللي هو حاصل مؤخرا ان اي دعوه تترفع لازم بيتقدم فيها صوره البطاقه بتاعه الموكل، فبقى الحالات دي صعبه عملا ان حتى اللي عايز يخالف ضميره يقدر ان هو يعمل كده، لان انا هجيب منين بطاقه الموكل الا اذا كان هو جاب ارادته، هو اللي طلب مني ان انا اشتكي وانا اللي ارفع القضيه. ده اللي احنا حبينا ان احنا نوضحه، وبنتمنى التوفيق للجميع باذن الله. كان معاكم فرج محمد علي المحامي بالنقد من الاسكندريه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.